تتسلم وتحب علم الناس حبها تضل ومهما تتعب عمرها ما لحد تتسلم ودي واحدة نيال على رزقها سرحة شقيا أنا والله عيني لو السنين جرحة شجرة حمول طرحة بجد بقى يا شوكت انا ما بقتش فاهماك. هو انت ناوي تشارك عمر ولا ما انتش ناوي؟ انا ما قلتش اني مش هشاركه وبرضه ما قلتش انك هتشارك. افهمي بقى يا جيجي، الشغل الكبير ده بيخلص في يوم وليله. انا لما ادخل مع حد بيزنس لازم اخليه يحس انه هيكسب مني، يجري ورايا علشان اوافق. وبعدين بقى انا مش ناقص وجع دماغ. يا سلام، هو انت يعني لما تركز في شغلك وتكبره بتسميها وجع دماغ؟ اللي فات كتير يا جيجي واللي باقي قليل. اللي كنت بعمله زمان في سنه لازم اعمله دلوقتي في شهر في يوم ان شاء الله حتى في ساعه. بصراحه بقى انا زهقت منك يا شوكت، طول الوقت عمال بتتكلم وبس كلام وبس، ما باخدش منك غير كلام، وطول الوقت بتتكلم عن الفيوتشر وانت ما بتعملش اي حاجه. انت قاعد في مكانك زي ما انت، ما بتتقدمش خطوه واحده. وانت ناقصك حاجه يا هانم؟ ناقصك ايه؟ انت عايشه ملكه، اللي بتتمنيه بتلاقيه بين ايديكي. انا بشقى ليل ونهار عشانك انت وصافي. ارحميني بقى واسمي اتصرف بطريقتي. شوكت، شوكت انت رايح على فين؟ يلا مامي يلا. قلت لك عندي مشوار. طيب خلاص براحتك. يلا يا مامي. هو ده يا صباح الفستان ده يا صباح؟ يا نهار اسود ومنيل يا جميله، عايزه تلبسي العريان ده في الحاره؟ يقولوا علينا ايه يا اختي؟ ده كانوا فضحونا. خلاص خلاص هاخد الجلابيه دي. دي حلوه قوي دي، دي جميله قوي عليك. هات لنا دي يا استاذ. وريني دي كده. بص يا بنتي يا جميله، دي عليا تبقى ايه؟ بص الله اكبر تجاني. بص يا جميله، بص يا جميله لونها عليا ايه؟ قولي يا بنت. جميله قوي يا صباح. حلو اللون، تحفه. طولي طولي. لا انت اطول. هات لنا يا اخويا، هات لنا دي وهات لنا دي. ربنا يخليكي ليا يا صبوحه حبيبتي يا اختي.
هي دي اللي وقعت في سكتي ما لقيتش غيرها. يا راجل دي صباح بقى ترقص لك. ايه ده؟ امال ايه؟ خلي بالك. بلاش اللون ده معانا راح تتعب ويانا، ولا احنا عشان مش قدك تشتري وتبيع في هوانا. ما بلاش اللون ده معانا راح تتعب ويانا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في هوانا. ما بلاش اللون ده معانا بلاش ده معانا. ما بلاش اللون ده حركاتك دي، ده امبارح كنت معانا سكر في حلاوة طحنية. هتلوي اللي ويانا ما بلاش حركاتك دي، ده امبارح كنت معانا سكر في حلاوة طحنية. انا حصل مننا يا خينا توعدنا ولا بتجينا، حصل مننا يا خينا توعدنا تشتري وتبيع في هوانا، ولا احنا عشان مش قدك تشتري وتبيع في هوانا. ما بلاش اللون ده معانا بلاش. يلا سابوا لي على بلاش اللون ده معانا راح تتعب ويانا، يا ولا ولا احنا عشان مش قدك تشتري وتبيع في هوانا. ما بلاش اللون ده معانا بلاش ده معانا. خلاص نلغيك، وفي يوم لو زرنا طيفك هنقول لله، ما هنسأل ولا نسألش، وهننسى ولا نرحمش، وهنسأل ولا نسألش، وهننسى ولا. حسن يا حسن اقف وكلمني، انا هفضل اجري وراك كده. حسن يا حسن اقف عشان خاطر. في ايه؟ كده ورايا يا بت؟ ما تروحي تكملي الرقص اللي كنت بترقصيه. معلش يا حسن، غصب عني ضغطوا عليا وهم اللي ورطوني الورطه دي. ورطوكي ليه؟ لسه عيله صغيره ماسكه العصايه واقفه تدلع قدام المعلمين. فرحانه قوي وعينين المعلمين كل عيله دب فيها رصاصه، وكل واحد فيهم عينه منك وبيرمي عليك فلوس. بقول لك ايه يا حسن، ده زودتها زياده عن اللزوم. انت لسه شفت حاجه يا صباح؟ ده انا هضربك واكتر لحمك كمان. ايوه يا صباح. يلا
ايه اللي انا عملته ده؟ اتخانقتوا برضو؟ انا وجيجي كمان اتخانقنا. بس انت يعني اتخانقتوا ليه يا عمر؟ انت المفروض الراجل تبقى فرحان. انت مش نفسك من زمان ان كاميليا تخلف؟ انا اقعد هنا. انا عرفته بالصدفة على فكرة. عرفته وانا في بيت قرفان. تفتكر ده ممكن تكون انا حامل تخبى عليا؟ تخبى عليك؟ ممكن برضه لا قدر الله يعني تكون مش حامل. حامل ازاي؟ رأيك كده وانت عارف الستات بتفهم في الحكايات دي كويس قوي. اهدى بس اهدى بس انت. سيب لي الموضوع ده وانا هعرف لك الحقيقة واقول لك. اعرف لي. تعرف ازاي؟ هزق عليها جيجي وتعرف منها اذا كانت حامل ولا لا؟ لا 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 ولا جيجي لا لا. انت عارف دي أول واحدة بتشجعها على عدم الخلفة. لا يا عم. ازاي الكلام ده؟ الموضوع ده مش من حق أي حد يتدخل فيه، لا أختها ولا حتى أمها. ده كلام يا راجل ده. أنا كل خوف إنها تكون حامل مش عايزة يعني تقول لي علشان تسقط اللي بطلها. بتبقى مصيبة. ده الجنان بعينه يا عمر. أنت عارف إنها عملتها قبل كده؟ أيوه. ناحية عملتها هي عملتها. لكن ده يعني كان بموافقتك يا عمر. أيوه بموافقتي. احنا لسه متجوزين ومخلفين نور بقالها يجي شهرين لسه ما اتفطمتش. قاعد بقى يقنعوني العمر قدامك طويل استنى شويه كاميليا خايفه على صحتها. وافقت غصب عني لكن المره دي لا يمكن على جثتي. انا عايزك تهدى تهدى خالص يا عمر. انا هعرف الحقيقه واشوف اذا كانت كاميليا حامل ولا لا واقول لك. طمن انا معاك. على مهلك يا فتوح. آه. على مهلك يا اخويا. مد يا محمد اجي بقت عبيطه. معلش يا اخويا سلامة رجلك. استنى طالع مفتاح. اتفضل. مفتاح ايه زقها وخش. ايه الريحه دي؟ ايه اللي مقعدك في الاوضه دي؟ ما بتهواش ليه؟ دي زقزق التربه. ريحتها فله ريحتها فله. اعملكوا شاي اعملكوا شاي اعملكوا شاي. شاي ايه؟ خد بس هتعمل لنا شاي. ايه اللي هنشربه؟ هيعمل لنا شاي على الريحه. ما لقيتش شاي، اجيب لكم نسكافيه. نسكافيه ايه اللي هجيبه؟ خد خد يا فتوحي يا ابن مبين. يرجيلك ان اكيد فتوحي ده عنده كنز في الاوضه. كنز دوري يا اختي. بصي بصي لقيت كنز. لقيت ايه ده يا بنت؟ ده يا نهار اسود. ايه غطيت الكازوزه دي كلها؟ يلا مهرك وجالك لغايه عندك. يلا اغرقي في الكنز يا جميله. ما انت طول عمرك بتحب الذهب والفلوس. العبيط بيحوش غطوان الكازوزه فاكر انها فلوس. وكل واحد معاه مخه على قده. يلا بينا قبل ما يرجع ابن مين ده. يلا يا اختي يلا نروح وحشه يا محمد. ده عايش معايا فين؟ بحبه يا جيجي بحبه ما انكرش. لا عمر ما تنرفزش ولا حاجة. بس لسه ما رجعش. كوكو اوعي تضعفي. ده عمر لو اتمكن منك مش هتقدري عليه يا حبيبتي. الله اعلم ما يمكن تخلفي بنوتة. بصي انت حرة بس خلي بالك مموحة تزعل منك قوي لو خلفتي تاني. هي شايفة كده. شايفة ان نور كفاية. اخلف تاني؟ لا يمكن ابدا يا جيجي. انا بعمل رجيم. ده انا زايده 3 كيلو هتجنن. طب اسمعيني بقى يا كوكو يا حبيبتي خلي بالك على نفسك. اوكي باي. ايه في ايه؟ مفيش حاجه. كاميليا مغلباني. ساعه تقول انها عاوزه تخلف وساعه تانية تقول انها مش عاوزه. انا مش عارفه اعمل لها ايه. والله دي حاجه ترجع لكاميليا. عايزه تخلف هي حره. مش عايزه وده احسن لها طبعا. هي حره برضه. انا كمان قلت لها كده. بس خلي بالكم اتصرفوا بسرعه قبل الحكايه ما تكبر وتبان وتبقى. عندك حق يا شوكت. انا بجد كمية صعبانه عليا. مش عارفه هي هتعمل ايه ولا هتتصرف ازاي. هتروح تعملها عند انهي دكتور؟ اصل الدكتور اللي عملها لها السنه اللي فاتت عمر اتعرف عليه. يعني ممكن يتقابلوا صدفه ويعرف منه الحكايه. ساعتها هتبقى مصيبه. اصل عمر كان محذرها. لا مصيبه ولا حاجه. الحل عندي انا. شوكت
ايوه يا جيجي. بصراحه بقى كان في سؤال كده محيرني عايز اساله لك، انت ليه مهتمه قوي بالبروبلم بتاعت كاميليا مع انك يعني عمرك ما اتدخلت في مشاكل العيله؟ ده حتى المشاكل اللي تخص صافي في المدرسه بتسيبها لي انا علشان احلها. الحق عليا، لما ما تدخلش في المشاكل تقوله حاطط ايدك في الميه، لما تدخل تسربي. دي اختك يا كاميليا في مشكله وبحاول اساعدها. وهتساعدها ازاي بقى؟ لما تحتاجوني هتلاقوني، واكيد الحل عندي. عمورة اتاخرت كده ليه؟ انا مستنياك من بدري. وايه اللي معادك كده؟ وما نمتيش من بدري ليه؟ انت مش عندك شغل الصبح؟ الله تنسيت، بكره الجمعه الويك اند. الويك اند انت. ايه يا عموره في ايه مالك؟ كاميليا انا عايز اسالك سؤال. اسال. مفيش حاجه قلقاكي مضايقاكي؟ حاجه زي ايه يعني؟ اي حاجه زي ما قلت لك، حاجه مضايقاكي، بسطاكي، قلقاكي، اي حاجه. لا عادي، ما فيش اي حاجة عادي. شوفي يا كاميليا، انا حياتي معاكي مبنية على الحب والصراحة والوضوح. من اول ما اتجوزنا اتعاهدنا على كده. مشاكل الخاصة اقولها لك، مشاكل في الشغل، ما عرفان اخويا، لان بحس وانا بتكلم معاكي اني بكلم نفسي. اي حاجه هتقوليها هستقبلها من غير عصبيه ولا نرفزه. انا عايزك بس ترتاحي من القلق اللي انت فيه. عمر انا مفيش حاجه، انا مفيش حاجه، مفيش حاجه خالص خالص. يعني لو عملت حاجه ولا قلت حاجه عند المعلم عرفان غلط، خلاص قولي عليها وانا ما اعملهاش تاني، لا تاني ولا تالت. بس اوعي تنسي ان انا سالتك بقلب مفتوح عشان تصارحيني، وانت قلت لا. قلت لك مفيش حاجه. عن اذنك. الله عمر انت رايح فين؟ هنام في اوضه نور الليله دي. حصل يا معلم عمر. ما انتش فاهم. يا راجل عيب عليك، كلام الروايه بتقوله ده معناه انه ولي العهد جاي. عارف يا كاميليا، لو انت مخبيه عني حاجه وهتتصرفي لوحدك هعمل فيك ايه؟ حبي هتنام معايا النهارده؟ اه يا حبيبتي. اه يا نور قلبي، اه انت يا نور اللي مخليني استحمل ده كله. شفت يابا المغفل اللي ضحكوا عليه وبعوله من العتبه الخضراء والمطافي؟ ادى انا عايزك تطلع هادئ يا لما محدش يضحك عليك. ادى انت عرفت اهو، العتبه الخضراء والمطافي اتباعوا، اوعى حد يبيعهم لك تاني. مين يابا اللي يضحك عليا؟ ده انا محروس، محروس ابن المعلم سعداوي كبير السوق. جدع ياه. اهو ده اللي انت فالح فيه، لعب الكوره في الحاره والفرجه على التلفزيون. بقول لك ايه ياما، انا بنزل اشتغل مع ابويا في السوق وكفايه تقطيم بقى. ما تبطلي تقطيم في الواد وتسيبيه ياكل اللقمه اللي قدامه. في ايه بقى بدل ما تديله كلمتين في العضل بتدافع عنه يا معلم؟ ليه يعني؟ وكان عمل ايه؟ عمل جنايه؟ لا بس خف في المدرسه وسقط. والله خلاص السنه الجايه نجيب له اجدع مدرسين في الدنيا كلها وينقع. وليه بس المصاريف دي يابا؟ ما كفايه وجع دماغ بقى. قصدك يا بص يا ابا، ناخدها من قصرها كده وما اروحش المدرسه تاني، وبركه بقى انها جت من عندهم. انزل بقى معاك السوق واشتغل. لا ده لا يمكن يحصل ابدا طول ما انا عايشه. انت هتكمل تعليمك؟ يعني هتكمل تعليمك؟ احلام ايه بس يا ام؟ احلام ايه؟ ما هتقول لها يا اب بص يا ام، يوميه اصغر شال في السوق بقيمه يعني يجي 30 يوم كده بتوع المتعلم. ايه سامع يا معلم؟ سامع كلام محروس؟ يا ما قلت لك ما تاخدوش السوق، اهو مش عايز يروح المدرسه. لا محروس يا ابني، ايه اللي دي؟ انا عايزك تكمل علامك وبعدين تروح السوق. وليه بس يا ابو وجع الدماغ ده؟ ما
ما انا كده كده هبقى في السوق يابا. ايوه بس تبقى معلم ومتعلم. كلها محصله بعضها، ودنك منين يا جحا؟ انت خلاص حالك اتشقلب يا محروس، ما بقتش فاهم حاجه. خلاص خلاص يا ولية انا فاهمه. انا فاهمني يابا. شوف يا محروس يا ابني، هو التفاح الفرز الاول زي التفاح الفرز الثاني؟ لا طبعا يابا، دي عايزه مفهوميه. ما تستنى ده بكمل كلامي. وايه دخل التفاح في العالم يا معلم؟ ما تسكتي يا ولية لغايه ما اخلص. انت منظر بدريه، ده انت كحليه، ده انت ظهريه، ده انت تاخير. اسكتي لما اكمل كلام مع الواد. شوف يا ابني، يعني التفاح الفرز الاول تمنه زي التفاح الفرز الثاني؟ ودي فيها ايه دي؟ محتاجه علام دي؟ انت هتسكتي يا ولية ولا امك؟ خلاص خلاص ما تسيبيني اكمل كلامي مع الواد. هو التفاح كل واحد يابا، بس يعني ده طعم وده طعم تاني. براو عليك هالة. يعني انا عايزك بقى عشان تبقى تفاح فرز اول تتعلم. ازاي يابا؟ ازاي يابا؟ الاول تتعلم وبعدين تيجي السوق تمسك بقى كار جدودك وجدود جدودك وكار ابوك، تبقى متعلم ومعلم في نفس الوقت، يبقى كده فرز اول. والمدرسة يا معلم؟ المدرسة يا ولية فرز تاني، سكند يعني. اهلا، خد البنة والشفرة. كشري كل يوم، كشري يا فول، كشري يا فول، كشري يا فول. ربنا يخليك ليا يا صبحتي. ربنا يخليك، وهو لو عبده جزر يموت كنت اجيب لك كل اللي في نفسك. زعلي تاني بقى يا صباح، النوبة الجاية تيجي له جبنة عسل مربى، يكبر حسب ما تعود. بطلي طريقة على خلق الله يا ست جميلة. ها الله يحفظني يا صباح، ده النهارده الجمعة والمصالح كلها قافلة إلا السوق، مفيش يوم أجازة. قالت لك أهو، يعني مكتوب عليها الشقة، مكتوب عليها الشقة. فوتكوا بعافية. هو التنفيذ النهارده يا سيد؟ لو كنت قلت لنا الاول كنا عملنا حسابنا واشترينا دماغنا. العوافي يا ازيك يا لم سيد هنا؟ هو في ايه مالكم؟ هو النهارده تنفيذ حكم الاعدام ولا ايه؟ ايه يا سيد جاي ليه وعاوز ايه؟ تصدقوا بقى، انا فعلا لو جاي انفذ فيكم حكم الاعدام يبقى عملت فيكم معروف. ايه التشاؤم ده يا صباح؟ ده انا جاي بكل خير. خير يا اخوي، ايه اللي انت جاي لي عشان؟ انا كلمت الباشا يا صباح خلاص، وتقدروا تقولي موضوعك قرب يخلص. كلمته؟ ايوه وافق صباح. يعني وافق، تقدر تقولي وافق خلاص من بعد ما شافك في الفرح. قصدك ايه يا سيد؟ تجري على الحي دلوقتي، الباشا هناك. اجري على الحي يعني ايه؟ ده النهارده الجمعه، انتوا فاتحين الجمعه. احنا خدمه 24 ساعه، احنا لنا بركه غير خدمه الجماهير اللي زي العسل دي. يلا باحة روح مع الافندي. يعجبني فيك روح التعاون يا سي حنفي. بقول لك يا سيد، خمسه كده قبل ما تشرب كوبايه الشاي اكون غيرت هدومي. مش مهم تغيري. مش مهم شاي يا صباح، اصل ورايا مشوار مهم. يلا يا صباح روحي للباشا مستنيك. مستنيك؟ طيب هروح له. انا ما قلتش لسيد كده. يبقى بالاذن يا باشا هقوم امشي. الظاهر ان انا فهمت غلط من سيد، هو فهمني ان حضرتك عاوزني. لا مفيش غلط ولا حاجة، أنا فعلا قلت السيد إن أنا عايزك، بس مين ده؟ حمدي بن المحمدي يا باشا. حمدي بن المحمدي، أهلا يا حمدي يا ابن المحمدي. كنت جاي معاك ليه؟ لا ده ونس. طب خلاص يا صباح، إحنا هنشوف موضوعك ونبقى نبلغك، لكن الورق اللي قدامي والتقرير بتاع المهندس بيقول إن الغرف اللي فوق السطوح لازم تتهد. كذب يا بيه، كذب والله. وبعدين الكتعة هي اللي ملغية المهندس. وبعدين اقول لك ايه، طب ما تيجي حضرتك بنفسك وتعالي. اجي بنفسي وعاين ومال ما نعينش ليه؟ انتي موجودة امتى صباح؟ في اي وقت هكون في انتظارك، وراني اشارتك. بعد يومين كويس الساعة 6. بس بلاش حمدي بن ام حمدي ده. حاضر انا مستنيه حضرتك. استاذن بقى.
العافية. الله يعافيك يا صباح. عاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. ايه ده؟ يا مصيبتي؟ ايه اللي بتعمليه ده يا بت؟ وايه اللي لبسك جلابية اختك كده؟ وايه المنديل اللي حاطاه على راسك ده؟ وكمان بتهدي في الليمون؟ ايه؟ عايزة تطلعي صريحة زينا؟ وانت يا جميلة؟ أنا مش قايلة لك خلي بالك من أختك؟ وأنا مالي يا صباح؟ البركة في أبوكي. أبويا؟ آه ربنا ينتقم منه. مسك البت عاجل وحلف عليها يمين ما تروحش المدرسة. مدرسة؟ وأنت سمعتي كلامه ليه؟ أنا مش منبهة عليكي؟ أعمل إيه يا أبلة؟ ضربني وقال لي إني قاعدة عيلة، أكل ومرأة وقلة صنعة. أنت برضو اللي قاعدة عيلة؟ وأكل ومرأة وقلة صنعة؟ أستغفر الله العظيم يا رب. أستغفر الله العظيم يا رب. بقى البنت اللي انا شقيانة عشانها تطلع كده عايزة تطلعها زينا صريحة؟ ده على عقلي، ربنا ينتقم منه. هي كمان يا صباح ما بتسمعش الكلام. انا قلت لها ما تسمعش كلام ابوها، ولا عايزة بقى تخيب خيبتي انا وانتي؟ اهي مفيش فايدة فيها برضه. نفسي اكسب لقمتي بعرق جبين زيكم. يا نهارك اسود ومنيل، انت لسه عندك جبين عشان تكسبي منه؟ هتتعلمي يعني هتتعلمي؟ سامعاني بالعافية بالذوق هتتعلمي، فاهمة ولا لا؟ يا سماحة هتموتي البيت. تموت ولا تغور في 60 داية، تكسر البيت تضلع يطلع لها 24. سيبيها سيبيها تطلع غلبها دي محروقة علينا. ليه بس كده يا رضا؟ ليه تخلينا مدي ايدي عليكي؟ ده انا بحبك. خلاص يا أبلة، هذاكر وهنجح وهبقى كويسة وهسمع كلامي ومش هسمع كلام أبويا تاني. هتسمعي الكلام وتتعلمي؟ العلم بينور المخ ويعوضك عن الفقر اللي احنا فيه. سامعاني يا رضا؟ بس الحق مش عليك، الحق علي هو اللي بره. انا بقى طلعاله محلى يا وعدي، شد النفس شد محلى يا وعدي. اسمع يابا. ايوه يا صباح. هقول لك كلمتين مفيش غيرهم. عايز ايه يا صباح؟ رضا مالكش دعوه بيها، انا اللي هصرف عليها وانا اللي هعلمها. قلت ايه؟ محلى يا وعدي شد النفس. برضه بتغني ومستاهل عني؟ بقول لك ايه، ودين النبي هاخد امي واخواتي وتسيب لك البيت متطربع اللي فيه. مش كفايه الهباب اللي انتوا بتشربوه؟ وكمان لا شغله ولا مشغله، عايز كمان يبقى في البيت؟ طب ايه رايك بقى يا لمعي ان انا هقوم اضرب البت دي وامها واخواتها واطردهم من البيت؟ تضرب مين يا عمنا؟ امسك امسك اضرب الحجر ده، ده انا مونه مظبوط. وبعدين انت ناسي انهم هيهدوا القبطين لمؤاخذه؟ واقول لك ايه، احنا اللي هنطرد، مفيش حد هيخلص الموضوع ده غير صباح بنتك. شفت السيد لما جالها وقال لها الباشا مزدنيكي؟ عندك حق يا لمعي، عشان كده البت فرد ريشها عليا. ماشي يا باح. علشان خاطري يا بابي نروح النادي. يا حبيبتي والله عندي شغل مشغول. النهارده الويك اند يا بابي، نروح انا وانت، انا وانت ومامي عشان خاطري. عشان خاطرك؟ طب هاتي بوسه نروح النادي. يا الف اهلا وسهلا يا باشا، اديك شفت القوه 100 100 زي الحديد، تعيش 100 سنه قدام ويكون في علمك. دي مبنيه بالحجاره اللي بنوا بيها الهرم. عظيم عظيم جدا. الله يخرب بيتك يا سيد، ايه الجمهور ده كله؟ احنا في ماتش كوره ولا ايه؟ ومحسوبك لمؤاخذه يا باشا حسن ابو رصين، انا برضو ساكن معاهم في الاوضه دي، ما انا ابو صباح. ايوه ابويا يا باشا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تشرفنا. يبقى حصلني يا سيد حضرتك. السلام عليكم. مع السلامه يا باشا. اوصلك. لا قول يا سيد، هو الباشا ماله نزل؟ مش مبسوط كده زعلان؟ وهتبص ازاي يا صباح؟ هو ده اللي اتفقنا عليه؟ يا صباح انا قلت لك فتحي مخي، مش تفتحي باب الاستاد. الله، هو طلب منك فلوس؟ طب طلب كام؟ قول لي كام احنا نلم من بعضينا. فلوس ايه؟ انتوا حلوكوا حاجه؟ ده انتوا تعبانين مله، ده انتوا عايزين اللي يساعدكوا ويلم لكم. المساعد ربنا يا اخي، يعني المهم عاوز ايه؟ قلت لك فتحي مخك يا صباح. افتح مخي ازاي؟ طب ما تنورني ما دام تسيبني على عماي. يا صبوحه، ده انت ام المفهوميه كلها، يعني بصراحه كده ما كانش في داعي للجمهور ده كله. الله، ما تجيبها على بلاطه، ايه المطلوب؟ بصراحه كده يا صبوحه، الباشا من ساعه ما شافك في الفرح وانتي. انا ايه؟ مش هشعف دماغه قوي. اها سيد. نعم نعم يا صبوحة. نعم. لا قولي انت بتشعل ايه بالظبط؟ محسوبك سيد بعزق، تبعزقيني في كل حتة تلاقيني بسلك. اه
الموضوع كده ماشي. للأسف يا عمر، أنا عندي خبر عايز أقوله لك مزعلني أوي. خير؟ كاميليا مش حامل. ما تضايقش نفسك يا عمر، كل شيء اسمه ونصيب. أهم حاجة تقعد مع كاميليا وتتفقوا كويس على موضوع الخلفة ده. واضح إنه بقى شغلك الشاغل وعامل لك مشكلة. العمر بيجري يا شوكت، فاهم يعني إيه بيجري؟ وأنا كل اللي نفسي فيه ولد، نفسي في ولد. تصدق إن أنا ابتديت أفكر في الكلام اللي أنت قلته لي؟ الكلام إيه اللي قلته لك؟ أنا مش فاكر أي حاجة. كلامك عن الشرع واللي حلله لي ربنا. قصدك إنك تتجوز؟ يا ريت. قصدي يعني ده شيء وارد. أهم حاجة تقعد مع نفسك وتحسبها كويس، ولما تنوي قول لي وإن شاء الله هتلاقي الحل عندي أنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لو أعرف إيه اللي مزعلك بس يا صباح. أنت بتستهبل ولا بتستهبل؟ ما أنتش عارف إيه اللي مزعلني؟ كل ما أقول شلت فكرة السفر دي من دماغك ترجع تتجنن تاني. طب أعمل إيه بس يا صباح؟ ما أنت شايفة العين بصيرة والإيد قصيرة، واللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى. يعني انت عاجبك اللي انت قاعده جنبي طول السنين اللي فاتت دي كلها وانا مش قادر اعمل لك حاجه؟ اعمى ايه ومفتح ايه؟ هو انا كنت اشتكيت لك ولا كنت اشتكيت لك؟ من غير ما تشتكي يا صبوحه، ما هو برضه النفر لازم بيبقى حسيس. وبعدين تعالي نبقى صراحه مع بعض، انت مش مره اتخنقت مني، روحتي كنت هتتجوزي البقال الدمياطي رغم انه متجوز وعنده عيال. حصل من زن ابويا عليا، لكن ساعه الفاس ما جت في الراس قلت له لا امك في العش ولا طارت، ورحت رمياله شبكته وخلقته على طول. طب عم عجينه الفران ماله ده كمان؟ انا سمعت انه تقدم لك، صح ولا لا؟ حصل ونزلته قفاي قمر عيش. بقول لك ايه حسن، اسلم حاجه ان احنا نتجوز وان شاء الله نقعد في الاوضه مع ابوك. بجد يا صباح؟ بجد يا حبيبي، ان شاء الله في خرم ابره، وعمي 50 هشيله على دماغي من فوق. ها قلت يا روح؟ قلت لا اله الا الله. اللي ما تعرفوهوش بقى صباح ان زينب اختي طلعت من جوزها النهارده وجابت بنتها وقعدت معانا في البيت. ايه انت بتحط لي العقده في المنشار ولا بتحط لي العقده في المنشار؟ سددتها من كل ناحيه. اسمع يا حسن، اسلم حاجه انك تشيل فكره السفر دي من دماغك، احسن مضيع منك وترجع تندم. هي سنه ولا اتنين اعمل قرشين وارجع لك تاني يا عمر كله. كلهم بيقولوا الاسطوانه المشروخه بتاعتك دي، اللي هنسافر سنه ونرجع، وسنه يجر سنه والعمر يجري، وساعتها يا حبيبي الندم مش هينفع. بس هو يجي السفر يا صباح وساعتها يحلها الف حلال. ده السفر ده هو المشكله نفسها. يعني احنا لو دبرنا فلوس الباسبور والتاشيره والتذكره يفضل بقى المشكله الاعوص. هسافر بعقد عمل ولا هسافر طرزان؟ وطبعا عقد العمل مش هقدر على مصاريف صبوحه، ما انت عارفه، يبقى هسافر طرزان. طب ساعتها بقى هلاقي شغل ولا هتلطم وارجع ايد ورا وايد قدام؟ ويا مولاي كما خلقتني. وكانك يا ابو زيد ما غزيت. اسمع يا حسن، يا حسن رب هنا رب هناك. بقول لك يا صباح، مفيش داعي يا حبيبتي نتكلم في الكلام ده دلوقتي، وخلينا نستنى الايام نشوف هتودينا لحد فين. اجيب لك بقى شويه ترمس عشان تروقي دمك. يبقى انت كده نويت على السفر يا حسن؟ ماشي. قلت يا صباح صباح يا بنت المجنونة صباح. 29 صباح الخير. اهلا صباح الفل يا معلم بدر. يا صباح ماشي بدري ليه؟ جبرنا والحمد لله يا معلم. دلوقتي ما انا بجيب شويه خضار على قد كده بمشي حالي بيهم، يعني على قد الحفك مد رجليك، العين بصيره واليد قصيره. وعلى ايه يا ستي ده كله؟ روح المحل عندي وانا هقول لهم يدوكي كل اللي انت عايزاه، ولما يا ستي تبيعي وتسترزقي ويفتح عليك ربنا ابقي سددي براحتك.
ربنا يخليك يا معلم بابا وما تحرمش منك ويزيدك من نعيم الله. قولي لي الواد حسن عامل ايه؟ اوعى يكون بيتلطط كده ولا كده يشدوا لك الشده اللي هي. حسن ده صوت عالي على الفاضي لكن قلبه زي البفطه البيضاء. انت يا صباح انت اللي قلبك ابيض وبنت حلال، ربنا يعينك على اللي انت فيه. يا رب يا معلم يا رب. مش عايزه حاجه يا صباح؟ كتر خيرك يا سيد المعلمين. بجد؟ مستوره والحمد لله. سلام عليكم. مع الف سلامة. إله يكرمك ويسعدك ويفيك شر المرض ويزيدك من نعم الله. شفت يا سيد بعتلي ايه؟ خلاص يا صباح هيهدوا القطين على دماغكم. يبقى لازم اخش له. مش هيدخلوكي وجايز يجيبوا لك البوليس ويعملوا لك محضر. لا بقى اخد فوش واطلع على المحافظه. هتطلع على المحافظه ولا تاخد حق ولا باطل؟ يعني ايه ننام في الشارع ولا ننام في الشارع؟ ما انا قلت لك فاكره كنت تقلعي الشبشب بتضربيني بيه ونزلتيني دمعتي على خدي، بس عشان خاطر عيونك الحلوين دول لسه في امل. امل بجد؟ ده كان يبقى ليك الحلاوه. قول يا سيد ايه هو الامل في ايدك انت يا صباح نمره واحد؟ في ايد انا؟ ايوه عشان خاطر امك العيانه اخواتك الغلابه. فتحي مخك. ابلغ الباشا. يا باشا سعاده البيه. انت بتندهي عليا انا؟ ايوه بندهي عليك يا سعاده البيه. ايه مش فاكرني؟ انت مين وعايزه ايه؟ انا صباح. انت برضو مش فاكرني؟ انا بتاعت الكرسي. كرسي ايه يا ست انت؟ يا سعاده البيت كرسي بتاع امي. انت برضو مش فاكرني؟ انا بتاعت المجنونه. افتكرتك انت بتاعت الشوربه والزبادي. الحمد لله انك افتكرتني يا سعاده البيت. انا جايبه لك بقى فضله خيرك افاصين قوطه وشويه خس وشويه فلفل اخضر وشويه بقدونس لوازم السلطه يعني، وجبت لك معايا فاكهه الموسم كلها. ايه ده كله انا كل اللي كنت عايزه 2 3 كيلو طماطم عشان قليله اليومين دول. ما انا كنت جايباها معايا المجنونه وعقلتها في السكه، بس اعمل ايه؟ شبط فيها بنت اختها وابن اخوها وابن عمها وصعبوا عليا، قلت اجيبهم معايا. يا بنت الايه دمك زي العسل. ربنا يخليك يا باشا. اتفضلي شوفي حسابي. ايه ده يا بيه؟ ايه مش كفايه؟ في ايه يا سعاده البيه؟ انت بتشتمني ولا مستقلي بيا؟ ده النبي قبل الهدية. ألف صلاة عليك يا نبي. هي دي الشماعة؟ خلاص يا سعادتي بيه ما تزعلش نفسك، والله هعمل اللي انت عاوزه عشان تكون مرتاح. اتفضلي. حاضر شكرا. وانا هعمل معاكي حركة جدعنة. اتفضلي تعالي استلمي الكرسي عشان امك. الكرسي بتاع امي؟ ربنا يخليك ويعليك ويكفيك شر المرض. تعالى سلمهولي. تعالي. يلا رب. بس كفاية يا اولاد بقى بالراحة. بس يا رضا فرحانة بيكي يا اما. قولي لي يا اما فرحانة؟ يا سلام يا صباح، ربنا يفرح قلبك يا بنتي. ده انا حاسة كده ان انا طيران. الولاية اتجننت، فاكرة نفسها حمام عايزة تطير. هتطير ازاي يعني؟ ايه ده؟ هو التموين معاك؟ ها؟ التموين؟ اهو في الحفظ والصوم. يا شيخ خضتني، انا افتكرت حلاوتهم كلتها ام الطارد. بقول لك ايه ياما، باذن الله من غير مقاطعه هخليك تزور السيده نفيسه وسيدنا الحسين والسيده زينب. يا ما شاء الله يا اهل بيت النبي. يا راكبه بولمان، ما تاخديها تزور طنطا كمان وتزور السيد البدوي. هوديها ياما تزور باذن الله، بس ماشي على رجليها من غير الكرسي اللي قاعد عليه. ايوه عشان ناخد الكرسي لفه وامشي بقى تاخد طلعه. وفيه يابا احنا في الملاهي هتتفسح. بقول لكم ايه، يوم الاحد مش عايز اشوف جنس مخلوق على السطوع. ليه يا صباح كده يا اختي؟ الباشا جاي عاين. هي صوره مش جاي عاين قبل كده؟ ما دي اخر معاين، لا يخلي القطين لا يهدهم، عشان كده عايزين يوم الاحد يبقى السطوع خفيف. حتى انا يا صباح؟ لا ياما، ما انا هخلي جميله توديك تزور يوم الاحد ان شاء الله. صباح الخير يا حبيبي. صباح النور. ايه ده انت خارجه؟ يا حبيبي النهارده الاحد ومعرفتش اخد اجازه خالص، انا والميزانيه متاخرين ساعه عن البنك كمان. لا مش اتفقنا انك تاخدي اجازه اسبوع نقضيه انا وانت ونور في اي حته؟ يا حبيبي، بس انا قدمت على الاجازه وهما ما وافقوش ولا انت اللي مش قادره تبعد عن شغل الكام يوم ده؟ مستقبلي.
مستقبلك بيتك يا هانم. الله، انت عايز تتنفذ والسلام؟ الله، دي مش طريقة التفاهم دي. لا، تفاهم ايه؟ تفاهم ايه؟ انا زهقت. قصدك ايه؟ تفهمي اللي تفهميه. طول ما انت قاعده في قلب البيت حاطه اللي بتاعك في قلب شعرك، ولما تخرجي تخرجي على سنكة 10، بيتك اهم يا هانم. انا مش مقصره خالص، وبعدين انا ورايا التزامات. التزامات ايه يا هانم؟ فاهميني، التزامات ايه؟ على فكره انا وافقت انك تشتغلي عشان ما ازعلكيش، قلت هشتغل شويه وخلاص، انك مش واخده على الشغل ولا الصحيان بدري، لكن الظاهر كنت غلطان. الشغل بالنسبه للست رساله، زي رسالتها في البيت بالظبط. مظبوط، بس ده لما تكون الست محتاجه للشغل، لكن انت بسم الله ما شاء الله مش محتاجه. مرتبك في الشهر والشغلانه دي كلها ما يكفيكيش يوم ولا مره تروحي للكوافير ولا الشوبنج اللي بتعمليه. فلوس، كل شيء بالنسبه لك الفلوس. انا ما بشتغلش عشان الفلوس، انا بشتغل علشان احقق ذاتي، عشان ما اتحولش لشيء مهمل. انت عايزني اتكلم مع صاحباتي في ايه؟ في الطبيخ ولا في المدارس ولا في ايه؟ وشويه شويه هتحول لشيء هولامي، ملوش فكر، ملوش ثقافه، وجسمي، جسمي هيتبهدل. المهم ده مش كلامك اكيد، ده كلام ماما وكلام جيجي. بقول لك ايه، اذا سمحت ما تدخلش جيجي وماما في اللي بينا، ده كان الاتفاق من الاول. بلا اتفاق بلا قلب دماغ، بلا جيجي بلا ماما كمان. اسمع ما اقول لك، انا كل تصرفاتك دي انت حر من اللي انت عايز تعمليه. يوه، صباحا. نعم ياب. انا جعان. حاضر ياب، لما يجي الراجل وياكل وينزل يبقى لما ترجع كل اللي نفسك فيه. هو مش هياكل كل الاكل ده؟ ده ياكل مال النبي. حمامه واحده يا ضحى اتقس فيها وانا قاعد على القهوه، نفسي فيهم يا بنتي. حاضر ياب، بس بقول لك ايه، خبيها، الاكل اللي انا عاملاه ده مش هيكفي الجرمه اللي بره ده. طول عمرك حنينه يا بنتي. الله، انتوا لسه هنا يا جميله؟ ما نزلتيش ليه؟ خلاص يا صباح، نازلين اهو. يا اختي زمان ام حمدي جايه والنسوان معاها. خلاص يا اختي، ذاكر رايحين ده العربي بتاع الميكروباص ونازلين حالنا يا صباح. ميكروباص ايه ده؟ انتوا عايزين اتوبيس نقل عام، هو الميكروباص هيكرف في الجرمة ده كله. 55. بقول لك يا جميله، خلي بالك من امي وانت بتزوريها، وانت ياما ادعيلي هناك، ربنا يخليك ياما وما تحرمش منك ويطول في عمرك. دعيها لك يا صباح، ربنا يسترها معاكي دنيا واخره يا رب. ما تحرمش منك ياما. يا رب. لمعي يا لمعي، بينا على القهوه. هنعمل ايه على القهوه؟ احنا معناش تموين. انا معايا اللي اجدع من التموين، حمامه اهي. ودي علفاها ازاي؟ علفاها في الرغيف. يلا محمدي، محمدي. ايوه، عاوز حاجه فتوحي؟ انا عايز صباحي. فتوحي صباح، روحي. روحت؟ ايوه. صباح تعبانه، صباح عيانه. الله، هو فتوح بيحب صباح بجد ولا ايه؟ انا احب صباح، صباح طيبه جدعه. انا اروح بقى بيت. احنا كلنا رايحين السيده نفيسه. ما تيجي معانا علشان يبقى معانا راجل. انا راجل؟ انا راجل، انا راجل، انا راجل، انا راجل. قلت لك فتح مخك يا صباح، ما كانش في داعي للجمهور ده كله. بصراحة كده صبوحة، الباشا من ساعة ما شافك في الفرح وانتي مش عشعة في دماغه قوي.